عصام العروري مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. نحن هنا لتضامن مع دكتور عزمي الشعيبي وعصام الحاج حسين مستشار أمان ومدير مركز أمان بعد إحالتهما للنيابة بعد وإثر شكوى نتجت عن مؤتمر أمان السنوي لمكافحة الفساد والذي تم التطرق فيه إلى ملف يتعلق في ملف تمور المستوطنات فيه شبهات فساد، ونحن نعتقد أن معالجة الأمر بهذه الطريقة فيه تكويم للأفواه. إذا كان ما ورد في التقرير فيه أخطاء فعلى الجهة المتضررة أو من تملك معلومات غير ذلك أن تعلن هذه المعلومات للرأي العام الذي من حقه أن يعلم بتطورات هذا الملف، وإذا كان هناك خطأ فيما ورد من معلومات أن يتم تصحيحه، وإذا كان صحيحا على الجهات الرقابية وخاصة النيابة العامة أن تحقق في شبهات الفساد إذا وجدت في هذا الملف أو في غيره من الملفات.